يعني مرات هواي ناس يجون يقول لك ما عندي مال طحينه وما عندي، بنطحنهم ببلاش يعني، يعني كميتها قليله يعني. بالنسبه لاسعارنا يعني اسعارنا يعني كلش مناسبه يعني، ما يعني رخيصه يعني لدرجه يعني، ماك يعني تيجي يعني للمطحنه ماك يعني كلش 3000 4000 دينار تاخذ لك كيس يعني مال طحين، بدل ما تروح للاسواق تشتري كيس يعني ب 50 وب 45 وب 55. اكو ناس يعني ما عدا هالشيء هذا، فتجيب يعني حنطه وتطحن. بالنسبه للغاز يعني وطنينا كلش تعبان، فكلها على المولدات، والغاز يمنا يعني كلش غالي، البرميل تقريبا 165 160، فكلها على المولد. طبعا المعمل هو بعدة مراحل، بقربله بتنظيف بغسل يعني، يعني حتى اذا كانت الحنطه يعني وسخه او بها تراب او بها حجر او باي شيء، دخلها يعني عدة مراحل تنظيف بعدين تنطحن. تعبي يعني الحنطه هنا تصعد للقربله تقربل كامل، بعدين عملية الطحن تطحنه، بعدين تدفعها على الهزاز، مخاله واحد الشوام مالته والطحين واحد، يعني طحينه صفر.